موسيقى عصرية وهي تجعل الشواعي محشية من الفريق. محتاجة 100 جرام دجاج، 50 جرام زبدة، ثوم مفروم ناعم، زيت زيتون، ملعقتين زيت زيتون، ليمون مع ملعقة عسل، عصير ليمون، ملح، أعواد أسنان، بهارات ماما نولاتو 2002 وهي سر الطبخة. نحتاج لي حشوة الدجاج، فريق منقوع بموية حارة، بصلة وبقدونس مفروم ناعم. حشوة نخلي زيت الزيتون يقدح ونضع البقدونس والبصل ونخليه ينشف. مصنع البصل نحط الفريق ونزيد فنجان موية. الوحيدة اللي حنستعملها اللي هو بهارات لولا 2002 هي اللي حتعمل الحرق. ثلث كوب موية علشان لا يستوي كثير عشان حيستوي في الشواية. نحط نص كمية الليمون ونخلي شوية للنهاية. نحط الزبدة ونحط الثوم والملح والبهارات. حطينا الزبدة وزيت الزيتون والليمون والثوم، دحين نحط تي سبون اوف بهارات. نحط الملح ونخلطهم الى ما يتجانس. اهم شيء النظافة، نسوي سام سكراب ومساج، كل ما مسجناها كل ما كانت احسن. انا بدخل الخلطة بين الجلد واللحم عشان تتسبك اكتر ويكون في عصارة. نسوي لها مساج وريلاكس ونفك عضلاتها المشدودة. مسكينة وراها شوي معين. بدخل فريق جوة بطنها واللحمة بين رقبتها. شوكم او بعواد الأسنان مسكين تقول يا ريتني ما جيت على ريدرنيم، اندهكت. أنا الدجاج في الشواية لمدة ساعة وبعد شوية أوريكم كيف نحط الصوص الخاص. بخرت البيت بريحة طبخ ستي وستك من يد بنت بنت بنتك. تحمل الدجاج عسل ليمون ملح شوية وقليل زبدة. لا واو ما شاء الله اتقمرت اتجننت. الحين بس نحط الدجاج. مو مشكلة لو كثرنا الصوص، بس أهم شيء لا تخلوها طويل على النار لأنه العسل يحرق أو يقمر. نلبس الجلوفزات الحامية للحرارة، وإذا ما عرفتوا خلوا واحد كبير. بسم الله. أول شيء نشيل النكشات، نغرف في طريقتين. هذه الطريقة الأولى والرسمية، نحطها على صحن. بسم الله. طريقة تقديم طبخ ستي وستك على يد بنت بنتك. بسم الله. لا يفضل ان يقدم مع الدقوس، ما اعرف، جوسي مالح حلو. معلش طولت عليكم بس حبيت اديكم كل اللي عندي، وان شاء الله تكون عجبتكم طبخاتي وكم حلمة يسري يمري.
اذا في اي استفسار او ملاحظه حطنا في الصوره الجايه وتابعوني، وان شاء الله تشوفوا طبخاتي الجايه على ذوق اطعمني كذا.